بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتكلم اليوم عن كريم سودو أو سودو كريم حسب طلبات الكثيرات من مشتركات قناتي. ربما هذا الكريم يعرفه أو تعرفه بعضكن جيدا، وقد لا تعرفه أخريات نهائيا. هذا الكريم ممتاز وله شهرة كبيرة عند الأجانب، يستخدمونه كثيرا من أجل الأطفال، من أجل الطفح والالتهابات الناتجة عن الحفاظ، فهو المنتج الأول والأكثر مبيعا لديهم، يفضلونه كثيرا، يستخدمونه في كل الوصفات، وكثيرا من السيد والكثيرات من السيدات يستخدموه في تفتيح المناطق الحساسة والعانة والمناطق البكيني والمناطق الداكنة في أي مكان من الجسم. فالميزة الرئيسية والأساسية لكريم سودو أو سودو كريم أنه المنتج الوحيد ومن هذه الفئة والذي حصل على رخصة دوائية، وهذا يعني أنه تمت الموافقة عليه من قبل العديد من الأطباء، وذلك بعد تحليله وتجربته أكدوا أنه قادر على علاج طفح الحفاضات، والأهم من ذلك أنه آمن تماماً، ليس منه أي أعراض جانبية، فهو يهدئ الالتهابات ويشفيها ويحمي منها، ويمكن كذلك استخدامه لحروق الشمس وحبوب الشباب والحروق البسيطة في البيت والجروح، لهذا الأجانب لا يستغنون عنه، فهو منتج رائع، لنا به وصفة رائعة جدا لتفتيح العانة ومناطق البكيني وبين الفخذين، وكذلك حتى الأرداف وإزالة حبوب الأرداف. من بين استخداماته قلت الطفح عند الأطفال الناتج عن ارتداء الحفاضات وعلاج الجروح، كذلك يعمل على التهدئة بعد إزالة الشعر بأي وسيلة، تبييض المناطق الحساسة وتحت الإبط وكذلك الركب والكوعين وكل المناطق الداكنة في الجسم، اليدين القدمين، كذلك يعمل على التخلص من حب الشباب وآثاره. قلت يعالج الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، وكذلك يعالج الأكزيما وكذلك تقرحات الفراش. وهذا الكريم كذلك مفيد في حل العديد من مشكلات البشرة، مفيد جدا عند وضعه على منطقة البكيني بعد نزع الشعر أو الحلاقة، حيث يعمل على تهدئة الجلد، يمنع الإحمرار، يمنع ظهور البثور، يخلص كذلك من الجرب لمن يعانون منه، والقشور على البشرة بشكل سريع جدا. هذا بالإضافة إلى رائحته الطيبة، له رائحة مميزة جدا طيبة وجميلة، لا مانع من استخدامه في هذه الوصفة للمتزوجات، لا حرج أبدا من استخدامه، فقط يجب الابتعاد عن المنطقة الحساسة من الداخل عند استخدام هذه الوصفة التي سأقدمها الآن لتبييض منطقة العانة والبكيني والمناطق الحساسة. يعالج، قلت، الأثر الذي يحدث بعد إزالة كذلك شعر الوجه والالتهابات وعلى الجسم بشكل عام بعد إزالة الشعر. بالنسبة لاستخدامه الرائع على لتفتيح المناطق الحساسة والغامقة كالبكيني والعانة ومنطقة الإبط، الركب، الكوعين، نحتاج إلى كريم سودو. غير متوفر هذا الكريم لديك أو لديكم، البديل لدينا هنا جل الألوفيرا أو زبدة الشيا أو كريم الجليسيرين أو جليسوليد كريم أو حتى الفازلين الطبي، ولكن لو توفر لديك هذا الكريم رائع جدا، ونتائجه تبدأ في الظهور من أول من أول أسبوع عفوا من استخدام هذا الكريم الرهيب.
نأخذ 4 ملاعق صغيرة، ملاعق الشاي الصغيرة، يمكن عمل كمية كبيرة من هذا الكريم. 4 ملاعق شاي صغيرة، رائع جدا. رائحته كما سبق وذكرت جميلة جدا. نضيف زيت اللوز المر لهذه الوصفة، زيت اللوز المر مع كريم سودو، نضع ملعقة شاي صغيرة لكل 4 ملاعق من الكريم. نخلط المكونات جيدا. الإضافة الرائعة الأخرى هي لدينا هنا زيت الليمون، نضيف قطرات من زيت الليمون إذا توفر لديك طبعا زيت الليمون، نضيف قطرات فقط من أو نضيف زيت الورد أو نضيف الاثنين مع بعض، كذلك يمكن نضيف فقط قطرات، وذلك لزيادة فعالية هذا الكريم. نخلط جيدا. ونتحصل على هذا الكريم الرائع لتفتيح المناطق الحساسة والعانة لمن بها اسوداد شديد، يمكن التخلص منه بهذه الوصفة الرهيبة. توضع على منطقة تكون مغسولة، أول مرة نقوم بعمل تقشير للمنطقة بأي مقشر مناسب لك، سواء زيت الزيتون والسكر أو أي مقشر موجود في قناتي، حتى مقشر القهوة يمكن استخدامه. وبكل أمان نجفف المنطقة جيدا ونقوم بدهنه على كامل المناطق الغامقة وحتى الأرداف، مناطق البكيني، بين الفخذين، الركب، الأكواع، تحت الإبط، القدمين، اليدين، وكل الأماكن الغامقة وكل الجسم يمكن استخدام هذا الكريم. وبكل أمان نستخدمه مرتين في اليوم لنتائج تكون سريعة. بالنسبة لاستخدامه للحوامل فهو آمن وليست له أي أعراض جانبية. بالنسبة كذلك للمرضعات يمكن استخدامه، وحتى البنات ممن يرغبون باستخدام هذه الوصفة يمكنهم استخدامه. وبكل أمان فقط أنصح بالنسبة للترطيب، يجب الترطيب بعد استخدام هذا الكريم لصاحبات البشرة الجافة جدا، لأنه نوعا ما يجفف البشرة. كريم سودو يمكن ترطيب البشرة بزيت اللوز الحلو أو أي مرطب متوفر عندك في البيت يمكن استخدامه. وبكل أمان بالنسبة لصلاحية هذا الكريم، صلاحيته تدوم لسنة كاملة، يمكن استخدامه. وبكل أمان لدينا به كذلك وصفة للتخلص من حب الشباب والبقع الغامقة، فيمكن استخدامه لإزالة البثور. فقط نأخذ من هذا الكريم ويوضع فقط على مكان البثور ليلا قبل النوم، وفي الصباح نقوم بغسل البشرة. وبكل أمان
بالنسبة لاستخدام كريم سودو لحروق الشمس، يستخدم ليلا قبل النوم. نضع طبقة منه، نوزعها على كامل البشرة حتى تمتصه البشرة بشكل عادي، ولمدة 5 أيام يوضع ليلا قبل النوم. وفي الصباح نقوم بترطيب البشرة سواء بجل الألوفيرا أو بواسطة المرطب الخاص بك، وسوف نتخلص نهائيا من حروق الشمس ومن أول أسبوع. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.